بشكل محدد كل من ساهم من المشاركين في مسابقات المهرجان. اشكركم على حضوركم وارجو ان يكون هذا الكتاب ناجح. نامل دورة المهرجان السنه. شكرا. نشكر السيد حسين القلة على كلمته. تتفضل دلوقتي السيدة إسعاد يونس رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للسينما منظمة المهرجان إلقاء لدكة حقيقة. مساء الخير. معلش المواصلات زي ما احنا عارفين، فكلنا عذرين بعض وسعداء ان اعضاء لجنه الحكم كنا مستنيينهم هم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه 6 اكتوبر عيد نصر مصر العظيم. النهارده احنا بروح جديده والسينما راجعه وكل الامال الحلوه راجعه والضحكه على وشنا راجعه والرساله اللي وصلتها مصر للعالم كله وصلت بحلوها ومرها وصلت، وان شاء الله مستقبل جميل وزاهد. مش عايزين نعطلكم عشان تلحقوا الكرفيو. انا بحب الاول اشكر كل الشباب اللي لسه عندهم امل واللي المفروض اليومين دول الامل زاد عندهم جدا والنور في اخر النفق بان وزهزه، فاشكرهم جدا على تقدمهم بالافلام. اللي كسب او اللي ما كسبش كله اصبح بمرتبه فنان، فيعتبر نفسه فنان. الجائزه اللي هياخدوها مجرد تصفيه لعدد كبير من الفنانين اللي اوريدي اصبحوا على الساحه. فكره المهرجان السنه الاولى كانت تجربه نجاحها هو اللي دفعنا ان احنا نكمل السنه الثانيه رغم صعوبة الوضع السياسي والأحوال اللي احنا فيها، حظر التكاول وكل الكلام ده. أعتقد إن النتيجة بالنسبة لنا كانت كلنا كانت مذهلة بعدد الأفلام اللي تقدمت وإقبال الشباب على المهرجان. كلمة فائزين لأن لا يوجد خاسرين، فكل من صنع فيلما هو رابح بغض النظر عن من نال الجائزة، وهو الأمر الذي يخضع لمعايير نسبية للجان التحكيم وتقييمها. أفخر أن المهرجان شجع 300 مخرج شاب أن يصنعوا أفلام في ظل وضع ملتهب وحظر تجول وحالة أمنية تدعو للتردد، وأفخر بنتيجة كل واحد منهم. أعتقد أن الكل استطاع أن يقرأ رغبة صناعة فيلم وتقديمه للجمهور. أخص هنا من صنعوا فيلمهم الأول تحديدا، وهذا في حد ذاته يستحق مننا الاحتفال. لابد من أن ننوع عن شكر خاص لمن عملوا بلجان المشاهدة والفريق التقني لرزنامة الذين عملوا على تفريغ الأفلام وتسهيل مهام لجان المشاهدة، ومن فريق الشركة العربية الأستاذ طارق أبو يوسف والأستاذة نهى عبد العزيز والزميلة سحر الشربيني التي لم يمنعها البعد عن أن تعمل معنا بدأب على المهرجان. واشكر طبعا لجان التحكيم والاستاذ حسين القلة والسيده اسعاد يونس على ما بذلوا من جهود لانجاح المهرجان وسط الظروف العصيبه. أنا دكتورة رانيا الجوهري، كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، تخصص سوفت وير انجينيرينج. أنا الحقيقة من الجوري ممبرز اللي عملنا التحكيم للأبلكيشنز الرائعة اللي اتقدمت في المهرجان. أنا بشكر جدا إدارة المهرجان ورعاة المهرجان إن هم كانوا يعني رعاة للسوفت وير ديفلوبمنت أبلكيشنز اللي اتقدمت السنة دي، وده على عكس السنة اللي فاتت كان اتقبل ابلكيشنز بس للسينما، ولكن السنة دي اتقبل ابلكيشنز خاصة بالسوفت وير ديفلوبمنت. أنا سعيدة جدا بالابلكيشنز كلها اللي اتقبلت. وحابة أشكر لجنة الجوري ممبرز كلهم، حنان عبد المجيد الـ CEO أوتي فنشر، باشمهندس خالد خورشيد هو موجود معانا CEO نزلها،
أرجو إن حضرتك تكون موجود معايا. باشمهندس رامز صاحب سي او فلات 6 لابس، هشام جمال سي او روزنامة، أشكرهم جدا. إحنا يعني اخترنا الأبليكيشنز بعناية، كلها كانت رائعة. software developments بتاعت الأبليكيشنز كانت رائعة جدا، كان نفسنا نختار كل الأبليكيشنز، بس للأسف إحنا كان عندنا disciplines إن إحنا we have to إن إحنا نتشوز بس 3 أبليكيشنز خاصة بالsoftware ده. فللأسف الشديد إحنا اخترنا 3 بس، كلهم كانوا رائعين وإفورتس عظيم، وأشكرهم جدا كل الولاد وكل الناس اللي عملوا المجهود العظيم ده في المهنة. وشنا؟ وشنا وشنا؟ وشنا 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 وشنا